استاذه هبه، حضرتك حقوقيه، عاوزين نسمع من حضرتك تفسير بشكل اوسع عن حقوق المعتقلين اللي بيكفلها الدستور والقانون. هو انا عندي نوعين من الحقوق. عندي اول بدايه عندي حقوق المكفوله في الدستور المصري نفسه، الدستور المصري ولائحه السجون موجوده موجود فيها حقوق. للاسف هذه الحقوق نفسها هي التي ينتهكها النظام المصري الان. عندي حقوق في الدستور المصري، الحريه حق لكل مواطن. عندي في الدستور المصري انه لا يحق الاعتقال احد بدون امر قضائي مسبب يعني في عندي نصوص كامله واضحه انها بتحدد اصلا سبب الاعتقال، وهذا ما لا يحدث في السجون المصري. السجون المصريه بيتم الاعتقال بدون امر قضائي. السجون المصريه بيتم الاعتقال خارج اماكن الاحتجاز الرسميه. السجون المصريه بيتم فيها الاخفاء القسري، بينما الدستور المصري بينص على منع ان الشخص عندما يتم اعتقاله خلال 24 ساعه يتم عرضه على القضية الطبيعي، وهذا ايضا لا يحدث. اصبحت الظاهره الاصل الان انه يتم اخفاء الشخص قسريا ما لا يقل عن 3 ايام مرورا بشهور واحيانا اعوام. عندنا حالات اختفاء قسري موثقه بقى لها اعوام، لا احد يعرف اين هؤلاء. عندي في الدستور المصري انه لابد العرض على قضية الطبيعي. الان عندي محاكم عسكريه ومحاكم ارهاب وغير ذلك، وهي ليس القاضي الطبيعي المناسب لهؤلاء الافراد المدنيين، وليست هناك تهم اصلا للعرض على قضاء عسكري او العرض على حتى قضاء الارهاب. مجرد التجمهر او وهكذا دي الان اصبحت تعرض على قضاء الارهاب، فان ليس القاضي الطبيعي. ننزل تحت شويه في لائحه السجون نفسها، هذا المعتقل او هذا المسجون بافتراض انه مجرم او انه مرتكب لجريمه كبيره له حقوق في لائحه السجون المصريه، حق الحصول على العلاج، حق الزياره، حق حتى الوضع في زنزانه التاديب لها حد اقصى 3 شهور ثم 6 شهور للحالات القصوى. الان عندنا معتقلين بقى لهم سنين في سجن التاديب، وكان ابرز حاله اليوم الدكتور محمد مرسي، كان سجن انفرادي لمدة سنوات طويلة، مش 6 أشهر كما ينص لائحة السجون المصرية. عندي منع الزيارة، منع الطعام، منع أنواع، منع الدواء، واللي هو برضو عندي حالة الدكتور مرسي وغيره كثيرون اللي هم في ناس توفيت من بالإهمال الطبي نتيجة منع الدواء، وفي تعمد لأن أحيانا بيكون مريض ويمنع من العرض على الطبيب زي حالة الدكتور محمد البلتاجي وغيرهم كثيرين. فهنا أنا عندي انتهاك للدستور والقانون المصري ابتداء، مرورا بالقانون والدستور بمواثيق الدولية أو الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فالحقيقة أن اللي بيحصل الآن في مصر انتهاك للدستور والقانون المصري والدولي. سؤال لحضرتك بس وهو سؤال مباشر، هل هذا النوع من الحملات يساهم في التخفيف عن المعتقلين؟ الحقيقة هذه النوع من الحملات طبعا بتساهم، ولكن الحقيقة دائما بنقول لهم احنا نحتاج ان نخاطب المجتمع الدولي كاملا ولا نخاطب انفسنا.